أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم، قال: يعني بنو قينقاع، فهل هذا قول ثالث؟ والقول الأول أنهم بنو النضير، والقول الثاني أنهم كفار أهل بدر. قولان، ما فيها قول ثالث، قولان أن المراد بهم أهل بدر، كفار أهل بدر، والقول الثاني أن المراد بهم بنو قينقاع. نعم.